السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تطبيق على الموبايل اسمه فيس بيوكي في اس بي يو سي سي اي، ده يعتبر اوبن ستريت ماب اديتور. تقدر تعمل ترسم المباني وتعمل موديلنج للمباني من خلال الموبايل بالشكل المبسط دوت. تقدر تحط تاج نود، تقدر تضيف طريق وهكذا. كل التفاصيل اللي انت ممكن تعملها تقدر تعملها من خلال التطبيق ده من خلال الموبايل.